بداية نشكر جمعية القدماء على هذا الحفل وعلى هذا النشاط، ونشكر كذلك وليكن في علمكم أبنائي بناتي، ليكن في علمكم أبنائي بناتي أنتم يعني أنتم أبناء هذه المؤسسة، نحسبكم أبناءنا، يعني كنتم جدد في هذه المؤسسة وهادو اللي داروا هذا اللقاء هذا هما القدماء ديالهم المؤسسة، وراه ما نساوش المكان ديالهم فين قراو فين يعني فين داروا المستقبل ديالهم. هذا راه ليس يعني سهلا باش الإنسان يدوز واحد المدة ديال السنوات ديالو في الدراسه ديالو مثلا في الدراسه، ثم بعد ذلك يعني خرج ليه المنصب ديالو ومشى مثلا هو استاذ او لا مهندس او لا كذا، ولكن الانسان ما نساش الاصل ديالو ما نساش اللي هي هذه المؤسسه. وكنتمنوا لكم ان شاء الله تكونوا متوافقين وكده حتى نتوما ويبقى التواصل فيما بينكم يعني الجدد والقدماء. هذه بدايه الله يجزيكم بخير. خليني باش نقول واحد الكلمه. اولا كنشكروا هاد الناس هاد الديول اللي ساهموا الوقت ديالهم، وعلى راسهم سيمبارك المدير القديم اللي كان في هاد المؤسسه، راه سيمبارك كما يعني كما كيعاودونا تيعاودوا عليه الخير وتيعاودوا واحد الانسان اللي هو راسين في العمل ديالو ومنضبط، وكان تيخاف من الصغير والكبير، يعني ماشي هذا الشيء تيدخل المدير الا وكتلقى الدبانه ما كتسمع بالجديه والعمل والقوه، تنحيوه راه 600 كيلومتر باش يحط معاكم، يعني ماشي كنشكرو جزيل الشكر للحضور ديالك انت والاخوان، يعني درتو واحد المبادره جميله جدا، يعني تكتب لكم في التاريخ ان شاء الله وتكتب لكم في سجل الحسنات ان شاء الله الرحمن الكريم. ثم لا ننسى اخواني الكرام، يعني هذا هو سعى دوري في كرة القدم من اجل ترحم على سي محمد العسري رحمه الله عليه، ثم لا ننسى كذلك الناس اللي كانوا قدامين معنا وكانوا يعني رؤساء هذه المؤسسة هذه، منهم سي إبراهيم بوكرا رحمة الله عليه، منهم سي الخلوفي رحمة الله عليه، منهم سي علي الجمودي، آخرهم سي محمد العسري، وكذلك يعني الناس الأطر اللي كانوا خدامين، منهم العربي المعمراني، منهم سي إبراهيم شكوك، سي إبراهيم القرابة، منهم خالد ابراهيم الزكاليوي، حسن بن زيدان، منهم واحد العدد الكثير، يعني رحمة الله عليهم جميعا، من عرفناه ومن لم نعرفه، يعني هذا دليل ان هناك صدق محبة وهناك صدق اخوة من اجل الترحم على هؤلاء الناس، لان هؤلاء الناس رغم سمت الله دعيكم، رغم قلة الامكانيات وقلة الاجرة، إلا وأنك تلقى هذا الخدام هذا عطى الوقت ديالو وعطى من العمل ديالو من الصحة ديالو من أجل التلاميذ من أجل هؤلاء الشباب حتى يكونوا رجال وأصبحوا رجال المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يرحم جميع موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين. ثم إخواني الكرام، واحد الوصية للأبناء ديالنا، عليكم بالصلوات الخمس، وعليكم بالجد في الدراسة، عليكم بالجد والعمل، ونحن في آخر السنة من الدراسة، مابقى والو باش يكون تاني العطلة وياخذ النتائج،
يعني هذا الشيء اللي بقى استغلوه يعني في الدراسه ديالكم الله يرضي عليكم، استغلوه ما تبقى من اجل ادراك ما يمكن ادراكه من الجد والعمل والتدريس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليكم وان يجعلكم ان شاء الله من علماء الصالحين والمصلحين في هذا المجتمع. ثم لا اخيرا اوصيكم بالصلوات الخمس. ربي تيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، غير حافظوا على الصلوات الخمس وحافظوا على الاداب والاحترام. كذلك البنات يحافظوا في اللباس ديالهم، يلبسوا يعني ما يسترهم، ماشي يعني يعطيوا اتساع للتعري وما اشبه ذلك. يعني نحن من امه مسلمه، خصنا نمتثلوا امر الله عز وجل ونمتثلوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسال الله التوفيق. واخيرا نشكر يعني الاطر ديالنا على راسهم السيد المدير، راس السيد المدير مسكين في ما تعيطوا عليه الا وتيقول لك اودي ديروا معنا يديكم، راه الناس خصهم يجيو رغم قله الامكانيات. راه سعد الاخوان ماشي ما استاهلوش غير الدجاج، راه استاهلوا الذبيحه ولكن ماشي من هنا، ذبيحه ديال كوز.